السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. انتين ونص طيارتي، الحين وحدة العرب، إن شاء الله بيوحي لي وبلحق على الطيارة إن شاء الله. أنا عادة أسير قبل الحشر بعشر، ما كسرت متأخر بتشارات اليوم، يا غير اليوم حلاقة والبحث سهران. سهران البارح وأنت السبب، نبي أسأل عبد زنجفة أنا، جالس أنزل مقاطع مالات الحظ من مصبح فرحان الكويتي. عاد واللي لاحظ الفتاة اللي وراي هاي الفنانة شو اسمك؟ قبل لي قالوا هاي بعد وين سار وياك الحين صباح الله خير؟ عمتي على الله يحفظكم هناك في الدمام حرمة شوية ثقيل ومحتاج خدامة، وقلت بتساعدها في رمضان يعني والأيام الجاية هذه. كلمنا السفارة جزاهم الله خير، سفارة السعودية، وقالوا أبوي ما يصير خاطركم إلا طيب. أمرة فالك طيب يا أبو محمد، ما طلبت إلا وجهت. لازم ان في النهاية كل ست شهور تظهرونها من المملكة، المدة يوم ولا نص ساعة ولا ساعة، المهم تغادر الحدود وترد. قالهم ان شاء الله وهي والله واللي تامرون عليه. الحين على قصر الدوب انا وياكم شل اجله لاجل الله يحفظكم، انه الوقت مدرج وما في ارسة تابع الساعة. هي نعم ولا الموضوع ما يبالها الكثير تماطميط رمسة. ذكرت قنية الفنان احلام تناظر الساعة وليش مستعجل. والحين ابوي وصلنا المطار، وان الله اراد من اخلص اموري وادخل بسوي لكم تليفون ولا بسوي لكم سناب اللي تامرون عليه. هذا مكان لبن طيره من يلا ست الحسن. You will go to Saudi صح؟ You will be happy there؟ Sure 100% but we will miss you. Thank you. زيدي على الله يحفظكم. أو شافني عاد الأخ علي الحوسني هذا تبع الطيران الاتحاد، أو قال لي شيء خدمة ولا غرض؟ أبوي الخدمة والغرض كلن أداها، أو الستاف اللي حاطينهم أنتو في طيران الاتحاد كلهم الجماعة ما قصروا، كلهم يركضون بيديهم وريولهم لو يشوفون أي حد جاي لهم خدمتكم. إن شاء الله الله يحفظ ويحفظ إن شاء الله كل ستاف طيراننا، ونعتز فيه خدمة وأداء ونظافة ودقة في في التوقيت. فعلى الشر والبلاء. زين ابوي الجماعة هذا كلهم وحينا جيت في المطار بعد يا رجل خيب العود جماعة ابوي عاد من هالخزنة وسائرين على الله يحفظهم القاهرة، على الله ييسر امورهم ويحفظهم. يا مرحبا والليبية مع بكرة عيد ميلادي ان شاء الله يا رجل. نعم كلمة توجهها لهالمشرف حل المشرف ابوي دم واللحم والغاليين ابوي هم الشعر اللي ربى على الله يحفظهم هالمشرف. الله يسلمك في خاطري والله لو اني مراد عندكم الثائرين ام الدنيا اختصاصي مره طبخ وذبايح والله ما يباله رمس ما في الحاضر مدح ما في الحاضر مدح ما شاء الله عليك. كان في خاطري السير وياكم لام الدنيا كان مالي نصيب. الله المستعان ان شاء الله نتلاقى وياكم من الدمام للقاهره ما شي فرق ما يحتاج مره. ابوي هالبنيات مال السوق الحره بعد تسمعن ها على الله يحفظ خالد زعابي بعد مسؤول في طيران الاتحاد، وكل الشكر والتقدير حق الاستقبال الفنان. انتم بوكم هالزعاب فنانين الله يخليك يا ابو محمد. وهاي صورتي وياك وكنا في لندن ما شاء الله عليك. على الله يحفظك حرام ما عرفتك احب السفره والعقاب ما تنعرف ما شاء الله. شكرا everybody thank you thank you thank you. شكرا شيخه شكرا. الجماعة ملتمين يقولون هذا منو هالكثر العهد باي جيل ثانك يو فيري ماتش. ليوا اي انفايت يو تو هاف سم يو ويل هاف هوت شوكليت اند اي ويل هاف اسبريسو جود. انزين هذا الحين المطار القديم هالنمونه ما بالكم باشر عليهم يفتحون المطار الجديد. يا ويلكم من الله يا هل بالمطارات بييكم وحش المطارات يا ربي يا ويلكم ابوي بتيكم تحفه معماريه لا صار قبلها ولا بيصير ولا الدنيا العود شافت شراتها. الاول في الدنيا ما بالله في العالم في الدنيا العود. هذا مطار ابو ظبي لاساس انه بيستوي الجديد والجديد بحين بيفتتحوا قريب. هل تتوقعون ان هذا بي يوم من الايام الله ينزقر عنه ينقال عنه جديد؟ ها قبل ليوه everybody is messaging me said you are going for honeymoon. اي والله والله يميع الرسائل جاي تني مبروك مبروك ما دبرت سالي شهر العسل دماء رب الله تكم اكثر نقمات نقمات هاللي ما توجه ولا كرسي فاضي
لا في البزنس ولا في الأكونومي، ممزورة الطيارة لين عينها، فل لين عينها الطيارة. شو السبب؟ أنا بخبرك. النيابة والأصالة عن فقدان طاقم الطائرة، يسرنا ترحيب بكم معنا على مركب هذه الرحلة. كما نود نرحب بكم في كل مكان ترحيبا خاصا بجميع المسافرين مع برلين وفيرجن أستراليا وجيت إيرويز. إذا اجتمعت الخدمة المميزة ودقة في المواعيد والجودة في الطيران، يا سلام، لازم لو الأسعار موافقة. هذا سبب رئيسي انكم تلقطون الطيران كله فل، الطياره كلها ممزوره اليوم ودوم في على كل وين ما تصير الطيارات كلها فل. اسعارهم موافقه، خدمتهم زينه، اكلهم فنان، دقه في المواعيد ونظافه في الطياير جديده، ما شيء وامنه. شو بعد؟ صورتك قبل شوي صح؟ ما علي عادي؟ الله يخليك، شكرا جزيلا، شكرا. يعلت فداءة الله وحفظه يا دار أبو فلاح، يا دار الفلاح، يا دار الفلاح، يعلى الله يحفظك من دار يدوم عليك العز يا رب العالمين. أبوي أنا ترى جاي باكر، حبرات عقب 15 سنة يوم واحد الليلة ببات، وإن شاء الله باكر مبيتي في مدينة محمد بن زايد إن الله راد وقدر. أول حفظكم جيت ابوي على اساس اني اركب بطاقه زين، وعلي الناصر وعبد الله الخالدي على الله يحفظهم ما قصروا. يا غير شوف ما قصروا، يا غير هم مات البصمه مات اليدين ما طاع ان يظهرن البصمات هاي اصبعي هاي اللي هني ها، وهذا اخرني. مشكور يا ود العم، مشكور، بارك الله فيك، يا الله يحفظكم ويطول بعماركم. مشكورين مشكورين ما قصرتوا. الله والمعامله سلسه، الأول يقولون حد بالعرب يقول والله معاملتهم بالعكس، معاملتهم في السعودية في المطارات من أروع ما يكون، حالهم حال أي مطار. إذا أنك بتمشي بما يرضي الله كانك في السعودية ولا في أمريكا ولا أي دولة من دول العالم، حتى في بلادنا لادم اللي بيمشي عوي بيودونه. أنا روحي مستويت وخلجت، الأول ياهل واليوم ريال كم كبري، ما كنت عطلت في أي مطار، جوازي صاحي، بطاقتي وياي، وأمشي سيده، ما بتيب شيء وياك، ما بتنزل تتمريح لانك مدوخ ما عندك من ربيه. انت الناس بتحترمك، بتخط سلام من سلام. منطقه امنيه المطار، منطقه الامنيه، ان شافها الواحد والله انه حتى لو في مشيته، حتى لو يرمس ويتلفت بيزخونه، بيقولون ابوي لادمي هذا ما مشى هالنمونه وازم عيونه هاد دور كانها بنكه، الا هذا ابوي مسوي شيء بلاه، شيء تحت راسه. قلت الدمام الامور طيبه والجو شويه شويه على عن حرارتنا ورطوبه شويه زياده، نحن هذا وقت تم اخر رمضان وصلنا. في موضوع جد جديد بالنسبه للمطارات السعوديه اللي بيجيب خدامته، اذا بتخلي الخدامه ست شهور تراك تدفع 3000 درهم، كل ثلاث اشهر تاخذها تظهرها من الحدود مثلا توديها البحرين وتديور وترد بها مره ثانيه، شيء ثلاث شهور يسمون زياره متعدده. يعني يوم بتيب بشكاره بتخليها عند حد من رحم كل اهل كل شياته، تجيبها الاول كان 500، تخيلوا من حول لين حول، الحين لازم تدفع حق البشكاره اذا بتخليها في السنه يستوي 6000 درهم، 6000 درهم كل 3000 حق 6 شهور، زين من يخطف ان الثلاث الاشهر تظهر بها جده البحرين ولا توديها الامارات وتردها لو دقيقه واحده.
بس ويتجدد 3 شهور. يعني في السنة في السنتين تدفع 12,000 درهم. إذا بتخلي خدامة في السنة تدفع 12,000. غير مفروض أنك أنت كل 3 شهور تظهر الخدامة من الحدود وترد. يعني مثل أعتقد القانون أعتقد هذا حتى في عمان أظني. معك صلاح. في السعودية أنا هي حبيبي. إن شاء الله. لا بليلة وحدة باكر بيك إن شاء الله باكر. يلا باي باي. واحدة من المتابعات توهم طرشت لي رسالة تقول لي أنا تصيحوني في مطار السعودية لأني ما قلت لهم شيء، قلت لهم كلمة بسيطة بأدبكم أدب. يعني أنت حرمة جاية من دار لينديرة تغلطين على رجال أمن وتقولينهم بيتأدبينهم أدب ويبونهم ما شاء الله إن شاء الله يتخسرون لك. أبوي كانت جاية السعودية ولا سايرة أمريكا ولا الإمارات أي بلاد بتقولين حق رجال أمن بتأدبينهم أدب وديت زين ما عقوش في السجن بعد. حرمة رجال أي إنسان غير محترم وغير مهذب يتحمل اللي أي كائن كان. عجيب سالفة. هام على ما قالوا المصريين ضربني وبكى وسبقني واشتكى. حينه أنت عادي لين بلادهم تأدبينهم أدب؟ أنت تأدبين العرب؟ هذا ردي لها والغيرها اللي يقول اللي يغلط على العرب هذا هو أبوي ليبال الأدب. هذا أبوي بيس حيا يسمونه الأول يبيس حيا. إيه والله معروف من الناس تقول يا غريب كون أديب، يا غريب كون أديب، احترم عمرك وكل صقر يسكر في بلاده. ما شاء الله عرش بلقيس بكبرة، ما شاء الله على عرش بلقيس. يا سلام سلم وزحمة الدمام على تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما أزور في أي بلد أسير لها أبوي شبرة السمك. في حال تكون بلد خليجي أول بادي شبرة السمك. والسوق الحين سوق الحراج اللي هو سوق المناداة يسمونه سوق القطيف. سوق القطيف يحرجون على السمك بين الصلاتين بين المغرب والزين. والسوق القطيف هذا اللي هو الحين اللي سارين له هذا السوق الأم، يعني يوزع على كل الأسواق كل أسواق السمك اللي في الأسواق المحلات الأسواق القرى النائية المناطق الثانية. سوق الدمام حتى سوق الدمام يأخذون من عندهم من السوق هذا. الحين أعتقد الحين موسم الصافي أتوقع، وعادة يكون الصافي عندهم تول وأبدا حال وحال الماء واحد في الرخص. لا وبشيركم بعد وقت الربيان موسم الربيان يستوي الكيلو ب10 ريال، الكيلو ب10 دراهم الكيلو. سم الربيان المن ب40 درهم، الجامبو هذا ما باركها صغيرونات اللي هالكبيرو. سبحانك يا رب. كوادي من الجماعة تخبروني تقولون انت قال بتودي وياك محمد الصليط من دبي يوم بتصير الدمام. بوني ناوي اودي يوم انه بسير الطريق بر بسيارة يا غيره. ابوي بوني بودي يوم اني بيلس اسبوع 10 ايام. هذا اليوم انا سيرتي هذا دمبك ساير دمبك ياي، دمبك ساير دمبك ياي، ما يواحي لي ودي الريال. أولاً وثانياً إذا الله جعلنا الحين إن شاء الله إن شاء الله من يظهر سهيل بني وياه بنسير الحسا وبنسير بقيق وبنسير الخبر بنسير بنوصل البحرين وبنوصل كلها بقاع السعودية الأغلبية. يعني الرياض ما أدراك ما الرياض بعيد علي، أنا ما روم أبويا سوق هالخطوط كلها أسكنت. اسمعك الشيخ. طال عمرك معك ناصر الدغري من خالدي لك خرم في المنطقة. والنعم 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 فيك ويجيك أغراضك وانت في محل يعلى الله الجنة هي علم يابك الجنة. تمنينا انك تجينا بس ظروفك والله ما ندري عنها ولا الحق ما خليك تطلع. يعل عمرك طويل يا بنت غيم. يعل الله يطول السلام على كل من عز عليك. يوصل. وان شاء الله تيكم عيني في زيارة قادمة اول الله. يوصل الله شكرا على وجه الطيب. يعل الله يحفظك يطول بعمرك. اشوف هاي السيارة ها؟
البحرين، الكويت، دبي، الدمام، خميس مشيط، نجران، جيزان، تف بالسمكان. 180 130 140 150 250 ريال. يلا منو اللي مبدلين تحرك يلا. 180 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
نوع التخيلي. هاي وقف تخيلي تخيلي ها. شوف الخط الحمر هذا. شوف الوحر. شوف الوحر. شوف الوحر. ثلاث كواويد كود كودين ثلاثة 70 ريال حرجوا عليه وخلصوها اشتروا الشرايحين هاي اشتروا التجار الصغار يصيرون يبرزوا بروحهم اللي يبى كود اشترى واللي يبغي شويونه ما شاء الله يا ربيان مال وين الحين هذا ابوي؟ نايف مرة واحدة مال وين هذا؟ نايف اقول يا سيد ابوي يا سيد احد شوف عمك لا اله الا الله وين الحين مال وين هالربيان ابوي؟ يعني 80 80 80 هناك كاملة يا يلا سجلها كل بوالي كل بوالي ابوي شعوم هذا؟ اي نعم ما شاء الله يا شعوم 220 300 ريال هنا الشعوب اسميهن شعوب اسميهن شعوب اوه شيء ولايتي يا حاهم الشعوب الواحد يحط شو تنعد بالله عليكم يا ربي تنعد شوف تنعد شوف تنعد عرفت ها كبرك تنعد اسم كان شوف التنعد شوف التنعد تبارك الرحمن على طول الرجال كم وزن هالوحده هذه؟ من العشرة وطالع هي 10 وهي 20 هاي حط 30 هذه 8 وهذه 8 هي 10 طالع انت صبر اليوم ليش الكمية التنعد وايد السبب؟ زيارة جاية من قطر اليوم كل اسمه ايش قطر؟ كله قطر اليوم ما شاء الله ما شاء الله عليك كل هالسيايرة الحين هالتنعد كله من قطر كل هذا ما شاء الله عليك يا قطر ما شاء الله ما شاء الله موجود في الكبرة النص هذا الحراج يسموه هي كبرة هناك آه هالحراج اللي حرج حرجوا على النص والنص بعده في السيايير ما شاء الله 160 تنادوا عليه وحرجوا كان كل حد جايب له صيد يحط ابوي في صناديق ويجي الحراج ويحرج ويشتري تاجر من هالتجار. والله صناديق خنان لين عين لين عين هم الزراك خنان ريج. اوه ترى الشر الايعاد. زين ها شوف الزين شوف الزين. زين شوف الزين ها؟ انت بكبرك الزين بارك الله فيك. حبك ربك. 70 ريال 280 ريال 80 ريال 80 ريال 90 ريال 90 ريال 90 حبيبي خلاص ما عيك
كل ابوي عادها كلهم من ربيان كلهم من ربيان ها هالكواوي اللي تشوفونها كلهم من ربيان وين ما تصد ها علم ما تشوف محمد الحكيم مساك الله بالخير الله يمسيك ابرك كم من ساعه اشوفك حبيبي يسعد الله يحفظك الله يحفظك ما شاء الله الخير وايد عندكم الله يسلمك يعلها ان شاء الله دار عامله نحن المن في الامارات 4 كيلو نعم انتم المن عندكم 16 كيف يعني نعم من استوت الدنيا هذا من استوت نعم هذا الدنيا نفسه هاي الحين يو حرجوا عليه نعم يشترون التجار الصغار اي نعم البرزوبه روحهم يبيعونه يرفعون السعر عقب اكيد اكيد يعني ما بيشترون نفس السعر بعدين الحين شو موسمه شو موسمه الموسم الان موسم يعني الشعري والصافي والكنعد هالايام موسمه كنعد الكبار من وين يجيكم الكنعد اكثر من البلد هنا من قطر يجينا قطر وايد انا شفت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الفتره هذه يجي عندنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وايد كميه الكنعد نعم ما شاء الله وسوق اكثر يمشي عندكم في في القطيف نعم نعم يعلى الله يبارك لكم ان شاء الله يا الله الصافي كم يوصل جاي على اساس انه الصافي حين موسمه مش هذا موسم الصافي هذا موسمه الان موسم بس الان قلت طبعا قبل كم من يوم او قبل اسبوع وازيد كان الحين قليل هنا خفت شوي على لجبنا فيه حبل يعني بيب مو بس من حبل مربوط طبعا في المنطقه هنا عندنا صافي ما شاء الله ما شفت صافي بالسوق اي ما في الا شان بحاخير موقف له الفتره هذه ايوه الان سماميش ما يدخلون اي ما يدخلون جزاك الله خير بارك الله فيك هذا السمك من وين؟ من اليمن من اليمن بعد يوصل؟ ما شاء الله ابو ترى من جيزان هالسمك وقال لي هالريال من اليمن من جيزان ترى ما شاء الله يا كنعد يعلى الله يبارك يرزقكم ان شاء الله باذن الله كم كبر البنادر شرات الهامور هو ما بهامور لا اله الا الله كل من جيزان يقول لك قميضه قميضه عليك البشوتي قميضه عليك عم سنين الله وانا استعملك ما دريت اني بيل كبره ولا ما بتهون علي البس شو اسوي قلت لا حيل ما دريت شوف الله عليك شوف الحاله شوف الحاله غميضه والله العظيم اني متغمض غميضه غمضات انا الله مالك الحمد ما بخيل يا غير ابوك ما احب اسوي الشيء الغلط يعني اللي البس نعول فنانات في المكان ما فنان ما يستوي يا رب ما شاء الله شوف ما شاء الله انا دروع كل نمونه بنمونته كل نمونه بنمونته مراضيم كوار كنت اصوره الحين هنا قبل شويه ناك وين بيسم ضيع عياله وحنا مكان غير ما يخصه هذا غير وهذا غير بلاد اقول لكم مكان مكبره كبر كبره اللي انا فيه كبر كبره دبش مال العين كبر كبره 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 كبر كبره السمك كبر كبره الدبش مال العين ما لقط الا الحل هذا تدرون وين دخلت عاده هنا في ثلاجه الحين سياره من الكبار قلت يلا يلا اروح اصور لكم ها ما دخلت لكم في ثلاجة اللي عسب بصور لكم ما يبين المشكلة شيء اسماك اشكال ورناق لا تشوف شرات لا في الدنيا العودة ولا في الدنيا العودة شوف الله عليك شوف الله عليك كود شوفوا كود السمك يا رب البيت والحرام شوف الله عليكم السمك اسم كان صافي قول لي صافي هذا يا سلام شكرا 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 في اشياء ما تشوف شرط ها هذا شو سمك ها شو سمك هذا ايه هذا شعري كبير شعري كبير شو ما شاء الله دمامين الصبصب منه بالسمن يتفتك وهذا بعد غير نمونه سمك بقضيم كنا بقضيم بكازه وما تعرف ها؟ عنتك هاي شو بعد انتاج؟ هاي شو؟ هذا شو اسمه؟ حمراء حمراء بهالم ود عمتي ترياني اصبر اصبر ها شو هاي كبرتهم ها الكبره مشاهدة سوق المنادى وصافي مال شو هذا الحين؟ صافي مال شو؟ مال غزل مال وين؟ مال تارو تقول لي حافظ اللي على تارو وصافي كم غزل؟ كم صافي؟ كيلو 35 اخي صالحين الصافي لكن قبل 2 يوم قبل 2 يوم على 10 وعلى 8 كم 3 كيلو؟ 100
4 كيلو ب 100. يلا عادي يلا خلنا ناخذ منهم على ما تشوفون. صافي بعد مال تاروت غير هذا ابيض ابيض تحرق قطنة. ها شوف انت صافي تاروت هذا بالوصف هذا صافي تاروت وصافي سيهات وسيهات وتاروت اخيرا ما يكون وين وقت موسم سيزن تاروت صافي دي مال تاروت تاروت احسن سمكه. ايه صافي بولها موجود في اريكو من تاروت سمكه نديه تاروت ميامي بارك الله ثاني مكان ما في ميامي في ميامي حاجه اصلا هذا شو هذه قمر شو السمكه الحين شعوب ما شاء الله اسمي سمكه نظيف سمكه نظيف رقم واحد يلا ما شاء الله يا توحص ما شاء الله ما شاء الله ربي شوف خليني مرتز مع علي روس سمح لي يقطعون السمك ابوي الحبول ما يعقونهم كجره وانا ابوي قلت لهم يلقطون الحبول ويعطوني اياهم في قرطاسه رو مرتز مع علي روس لا اله الا الله ما طلبني شيء هم هذا يقطعون حق مطاعم يقطع ولايه يقطع ولايه حق دباشر بيكون هذا يلا يا القراد مخبرها عنبو مصر كله عداريس ما شيء حصلنا حبل الا في شعري واحد باجي كله عدريس هالشي ابو اقول لكم سوق القطيف هاللي يبونا نحن فيه من اجدم الاسواق اللي عندهم اجدم سوق عندهم هذا بيع الجملي يعني وهاللي تشوفون هن السيائر على مد النظر ابو يشتروا يشحنونها لين عينهن وكل سياره منهن تصير شيء من البلادين يعني حجار وقرى ومدن سنين الأولية شيلنجاتية مزرات لين عينهن لين القطيف يبيعون سوق الجملة في المكان هاللي نحن فيه وحتى من الرويس يشحنون والقطيف هاي ما بالاسمها القطيف يسمونها القطيف ويسمونها أم السمك أم السمك اللي في الدنيا العود هي هاي القطيف فلذلك مشهورة وشي وصف بعد عند الأوليين يقولك إن شفتني في القطيف قطفني إن شفتني في القطيف قطفني هاي متى ينقال هالوصف متى هذا ينقال وقت الاصرار يعني انسان مصمم انك ما تشوفه في المكان هذا وان شفتني في القطيف قطفني بما معناته سوي اللي تباه بالنسبه للي تخبرون ليش معقوق السمك على الارض هذه بوي ما بالارض هاي يسمونها دتشه دتشه سمك دتشه لكن عوده كم كبرها ونظام الدتشيش لازم يكون على الاقل مرتفع من الارض ما يقارب متر الى متر وربع يعني ارتفاعها عن سطح الارض حسب اذا المرازيب تصب المياه مفروض هذا الدتشة على اساس الناس تروم تشوف تتفرج على السمك ما بلا تشتري وهي مغمضه مشترى ليل هو بس هبله مشترى ليل وبالنسبه للتدفير السمك بالريول هذا يعني مستحيل حد يقدر يشل السمك هذا بيديه مستحيل لا الموقع استحاله انك تستعمل يديك في السوق ولازم الجواتيه مال اللي يركب هذا حتى السماميك في البحور في الغبيب لا هذا حاله إذا بتشلها بيديك لازم بيتضرب شوش ولا شيات فلذلك التدفير السمك ما بيفاقصون عليه بريولهم لا يدفرون التدفير مش ما اعتقد انه يعرف الموضوع حالي رمسكم عنه هل بالبحر اللي ضارين دشون البحور ويدخلون الأسواق يعرفون ان هذا مش من المحرمات يعني مباح انت اللي متفيزن في البيت ولا كسرتي كبرة وانت اللي يالس سبايكي واندومي اكيد ما تعرف هالمعلومة سر الكبارات الكبار بتعرف لتزي السوق وبتشوفين العجب العجاب هبيالسه بمناكيرك بيدهين لا تنشبين ويبولك كل شيء لامك عداش الحين شفتي دفرور السمكان قلتي والله منو عادي يبى ياكله كلت حديد نعيم العرب كلها تاكل مستوى الدنيا ما ياهم شيء
عن وتي هنا حق هالمكان اللي تشوفونه. هاي يسمونه سوق الحساوية. وداخل هذا سوق البشوت عاد بداخل. أنا جايين لك الحين من مكان بعيد. نبي نعرف شو البشوت هاي اللي عندكم، شو دقتن، شو نمونتن. دقت الملكية أستاذي. ها كلها ملكيات يسمونها؟ نعم. ترون تظهر لنا شيء منها؟ ما أعرف. وتخبرنا على الأسعار. شو صناعتهم؟ الذهبي هذا اللي فيه شنو نوع والخوص هذا اللي فيه شق ياباني. نعم حلق ياباني. الشغل يسمونه شغل كمبيوتر. هي كمبيوتر. اي نعم زي كمبيوتر. ايوه. وفي زيه شغل يد. يد اليدوي بيكون وايد اغلى يعني. اي نعم اكيد طبعا. نفس اللون ونفس الخامة ونفس الدقة بعد. لكن هذا يدوي وهذا ماكينة. بارك الله فيك. هذه الحين باثنين التل. اي نعم. هذا ماكينه. هذا ماكينه وهذا وهذا شغل يد. نعم. نفس اللون ونفس الدقه بس فرق انه هذا شغل يد هذاك الكمبيوتر. والفرق بين السعرين، السعر هذا وهذا، هذا كم وهذا كم؟ هذا سعره 1500 ريال وهذا سعره 700 ريال. والله موافق يعني شغل اليد يعني ما بغالي وايد يعني. طبعا هذا مينيمم. في اغلى من كذا طبعا. الترويني شو اللي الشيوخي الشيء اللي ما صار لا قبله ولا بيصير يعني نبغي ملبوس الملوك اللي ما فوقه فوق بالصورة. هي هي. لا والله فرق السمع الرب. أيوة. سبحانك يا رب وايد فرق. أيوة. هذا ب 4000. نعم هذا ب 4000 ريال. في حلي أبوك. أي أيوة. والله في حلي يفدنه. الله يفدنه الأربعة ويزيد بعد. يعني الحين خل الخامة كلها نفس الشيء. كله واحد. زين. هذا مكينة وهذا يدوي. نعم. وهذا يدوي وهذا يدوي. بارك الله فيك. زين. يغير الخدمة هذه غير. أحسن. تم الخلق هذا. ياباني اسمه خلق ياباني. ياباني. بس هذا اسمه. يبا. هذا كم سعره؟ هذا 6000 ريال. ما شاء الله. هذاك الرجال منو؟ هذاك أبوي الله يرحمه. يعله الجنة. صاحب مهنة الله يرحمه والديك صاحب مهنة حياة بشوت. ما شاء الله والنعم يعله الجنة. الله يسلمك بارك فيك. وهذا الوالد هو يعني هذا الله يرحمه يا له الجنة الله يرحمه الله يسلمك سبحان الله كم لم توفى الوالد صلى الحين 3 سنوات ونص تقريبا هذا خبر الوفاة لصاحبة اليوم الله يغفر له إن شاء الله طول عمرك ما شاء الله هذا بعد يعني اللي بيشتري بشت لازم ويا مصباح لازم طبعا ايوه احنا البشت مع المصباح الدقع حساب الرزيف ايش هالدقة بالله عليك؟ اسمها دقة الشيخ الشيخ العريفي اي نعم هذه دقته العريفي بكبره فنان سقرتي على الله يحفظه الله يحفظه ان شاء الله عيال هذا انا تخبره اقول له ايش اسم محلك؟ قال محلي ابوي محل بحليقه ترى ابوي مخول ويا جماعتهم اللي في ابو ظبي عندنا اي نعم حياكم الله الله لك ابوي نحن اقدم ناس صناعين بشوت في دولة الامارات بالذات ابو ظبي عندهم حاليا اكبر مصنع بشوت في ابو ظبي صحيح على ما تشوفون كل هالدنيا بشوت في بشوت ها 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 وانت سايق وانت سايق وانت سايق وانت سايق وانت سايق